أنا عايزة يعني كلمة من دكتور ماريو وإحنا في نهاية الفقرة الجميلة، وأتمنى أن أنت، أعتقد أن أنت جملك مرتبة جدا وأفكارك مرتبة. أنت عايز إيه؟ أنت نفسك إيه اللي يتحقق عشان أنت تعيش مرضي ومبسوط؟ أنا وأخواتي مسكرين، بنطالب أول حاجة من حد إحنا بنعتبره أبونا فعلا، ديت مش كلام من اللي إحنا بنشوفه دلوقتي. سيادة الرئيس، إحنا فعلا نفسنا إن إحنا نعيش حياة حلوة بحاجات تكاليفها فعلا مش كبيرة. إحنا بنطالب، عشان أبقى موضح أكتر، بنطالب بالسنسور لقياس بتون وخز، وده بيقيس بيشكنا بمعنى أصح مرتين بس في الشهر، فده هيشيل من علينا عبء كبير جدا. فده أول حاجة إحنا بنطالب بيها، إن هو يبقى عندنا إن إحنا نقدر نصرف من التأمين السنسور. تاني حاجة، وديت اللي احنا بنطالب بيها بشكل أكبر، إن يبقى في وعي عند المدرسين، إن هو لو حتى بقى يبتدي إن هو يبقى قانوني، إن هو لازم المدرسين، الطفل السكري هو مش زي أي مرض في العالم، هو لازم يروح للدكتور لو في أي تعب أو في أي حاجة. أنا ممكن أبقى سكري هاي فوق 600 بالليل، الصبح يبقى كويس. فأنا وطالب ده أول حاجة السنسور. تاني حاجة، يبقى في معاملة ويبقى في ترتيب مع كل الجهات بتاعه الدوله، من حيث التعليم، من حيث الصحه، من حيث كل حاجه. واخر حاجه، لو ينفع، يمكن ده الطلب اللي احنا هنطلبه بشكل يعني صغير شويه، لان هو تكلفته هتبقى عاليه شويه، اللي هو المضخه بتاعه الانسولين. ده شبه بنكرياس بس صناعي، دوت بيشتغل كانه بنكرياس بالظبط، بيدي الانسولين لو السكر عالي، بيشتغل كانه بنكرياس صناعي بس. فديت الحاجات اللي احنا بنطالب بيها، ان احنا يبقى معانا سنسور. اكيد ربنا يحفظك ويعافيك والله ما شاء الله عليك. انت انت جميل يا ماريو والله والله، وحياه شفاء حبيبي، ربنا يسلمك عشان خاطري. ما حد حفظه حرف واضح يا استاذه شيماء، واضح واضح ما شاء الله. انا عارفه ان هو ده ربنا مديله نعمه يا استينا بجد، يعني ربنا يحفظ عليه. الكنيسه لانه مش احساسه، اول ما قعد واتكلم في المدرسه ان شاء الله هتشوفيه دكتور قد الدنيا. السكر كان بيغني اغاني وطنيه في المناسبات. استاذه استينا على فكره ما شاء الله هو سفير عنه وعن شباب وجيل مصر، هو سفير اطفال جاي كله مش بس المسكرين. يا رب. انا اتمنى اشوف كتير بهذه العقليه والادراك والوعي والثقافه والاحترام والادب وكل حاجه حلوه ممكن نتكلم فيها لحد بكره. انا بقول له انت قدوتي. انا عايز اخد بس تعليق اخير من دكتور لو في على هيك تعليق، لان بصراحه وبعد كلام ماريو انا مش عارفه انا اقول ايه. لا تمام، لا هو طبعا ماريو قال كل هو احنا محتاجين. لا 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 لا، مش رفاهيه بس، اكيد احيانا بيترد علينا ان هو رفاهيه. على فكره هو استثمار صحيح. يعني دلوقتي الدول بتفكر بدل ما تدفع في غسيل الكلى وتدفع في صحيح. علاج الليزر في الشبكيه وبعد كده الفرد لما يكبر يبقى مش فرد منتج، مش فرد عامل. فهو اقتصاديا الاستثمار في الصحة بالتولز التكنولوجية دي مش مجرد أولوية، دي الأولوية الأولى بالظبط. وبعدين فرصة كبيرة الإعلام بقى ودوره، لأن الإعلام اللي هيوصل لمتخذي القرار، هيوصل للمدارس، هيوصل للنوادي، هيوصل للمجتمع. لأنه لو المجتمع نفسه حس وفهم مش هنحمل الدولة لوحدها ونقول الدولة تعمل. فين رجال الأعمال وفين المجتمع المدني وفين الجمعيات وفين الروابط المختلفة صحيح. اللي كلها هتتضافر علشان صحيح. السكر. وعشان كده ملف الصحة من أهم الملفات، لأنه هيوفر لميزانية الدولة كتير مليون جدا. صحة وغيرها كتير، وحيانا يوفر لهم الأدوية، لأن إيمان مشكلة الأدوية عندها مشكلة كبيرة جدا جدا. لو تسمحوا لي ان احنا يعني نختم الفقره دي بان احنا نضم صوتنا انا ومنى وايمان والامهات اللي معانا لصوت ماريو في مناشدته. نتوقع ان شاء الله ان يكون في قريبا جدا جدا، هي يعني في استجابه بالفعل، ولكن يكون في نتائج مثمره على سريع. ارض الواقع بامر الله قريبا جدا جدا لكل ولادنا، ولاد الدوله المصريه، ولاد ارض مصر ان شاء الله مش هيتاخروا عنهم. يبقى في ان شاء الله استجابه سريعه جدا وحلول على ارض الواقع، بغض النظر عن التكلفه الماديه، بغض النظر عن اي ظروف. انا واثقه ان في اخبار خير كتير جايه باذن الله. وده حصل مع كذا حاله او كذا مرض، زي مرضى دمور العضلات اللي كانت بتتكلف كام مليون، وكان في توجيهات من الرئيس وتم بالفعل يعني وجود علاج او توفير العلاج.
فصحة الناس هي أهم شيء عند الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله كده اللي بقول اسمها مرة. ولازم نشيد الحقيقة أن الفترة الأخيرة فعلا فيها جهود من الدولة وتوفير الإنسولين في التأمين الصحي والشرايط، فقصدي اقول يعني احنا على الطريق، يعني مش مرض وبس، الشق الثاني نفسي على الاطفال، نفسي يعني دايما بنقول السكر اكتر من كده، محتاج دعم نفسي. افعال وخطوات الدوله اللي بنشوفها على ارض الواقع وبناء على توجيهات رئيسنا هي اللي بتاكد ان احنا متفائلين وان في خير وفي حلول كتيره ان شاء الله جايه. عشان كده المبادره موجهه ليه، بقول له اسمعني لان يأست ان حد تاني يسمعني. سمعك ان شاء الله، يوصل صوتك.